بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نتعامل مع اعدادات الشمس في برنامج الايكوتكت. هاجي هنا من ديسبلاي سيتنج اقول له انا عايز اشوف شغل من التوب، وهاجي اقول له انا عايز اعمل زوم، فهدي له الزوم تحتي من هنا لهنا لهنا لهنا، ولما اخلص الشكل بتاعي اروح دايس سكيب عشان اخرج من الامر، وبعد كده اشوف الشكل بتاعي في 3 دي هيطلع معايا بالشكل دوت. تمام، ابدا اظبط موضوع الشمس. هاجي هنا تمام، في الاول لازم اودي له المكان اللي موجود فيه، فلازم اجي عند شكل الكره دوت واقول له لود ويزر فايل، واختار ملف الفايل اللي قريب مني. تمام، لو مش موجود بدخل اقول له لود ويزر داتا احمله، ولو عندي اي ملف ممكن اعمل له كونفرت، احمل الملف دوت واحول الامتداد بتاعه للامتداد اللي انا شغال بيه. يعني هقول له اوبن واحمل اي امتداد من الامتدادات ديت. تمام، وبعد كده اسيفه على الامتداد اللي البرنامج اتعرف عليه. طيب بعد كده هاجي اقول له ديليت سام باص، انا عايز اشوف الباص بتاع الشمس كل يوم، احدد يوم معين من هنا، احدد اليوم اللي انا عايزه. تمام، زي ما انت شايف بيختلف اليوم، وتبدا تحدد هيبقى الساعه كام بحيث ان تعمل دراسه للشمس، وتقدر في اي وقت تسيفها فايل اكسبورت ايمج صوره وتسيفها عندك في الملف بتاعك. تمام، ممكن اجي هنا برضو اقول له لا ده انا عايز بقى ايه انوال سنباص، فبيجيب لي انوال سنباص بالشكل دوت. تمام، ده طول السنه. تمام، فهو بيجيب لي ده بيبقى اطول حاجه اللي هو في الصيف، وده بيبقى في الشتاء لو انا عايز اتحكم فيه اهوت. تمام، لو عايز اشوفه بيتحرك ازاي ممكن اجي هنا الاقي عندي في الاختيارات هنا بتاعت الصن، بلاقي بقول له انا عايز اشوف يوم معين كل ساعة بتبقى قد ايه، الساعة هي اللي بتتغير واليوم هو اللي ثابت. تمام، فبيبدأ يعني يدرس هذا بشكل دوت. تمام، او اقول له انا عايز احسبها بالسنة، فبيثبت لي الساعة ويبدأ اشوف طول السنة بعملها ازاي. تمام، خلينا نشوفها تاني. تمام، طب بالساعة بيعمل لي دراسة للظلال. طيب لو انا عايز اشوف اطول حاجة في فترة الصيف، فبقول له هنا انا عايز سمر سوليسيت بالشكل دوت، او عايز اشوف في الشتاء فبيجيب لي في الشتاء اهيت، عايز اشوفها في الشتاء بيبقى 21 ديسمبر. طيب عايز الاعتدال الربيعي اهوت بيبقى 21 مارس. طب الاعتدال الخريفي بيبدا يجيب لي الحاجات دي، كل الحاجات دي اقدر اسيفها صور واعملها كدراسه للظلال في المشروع دوت.